معنا اللي تعودوا بالبرنامج هذا 100% باسكت اكيد تنجموا تتواصلوا معنا كذلك على 3w.lhayatfm.net كذلك تنجموا تدخلوا للصفحه الخاصه للاذاعه وتنجموا تتابعونا صوت وصورة تنجموا تتفاعلوا معنا وتخليوا كومنتاتكم وتنجموا كذلك تتصلوا بنا وتتفاعلوا معنا عبر الهاتف 70 035 120 عاود 70 035 120. كالعاده يجيكم كل نهار اربع من 7 حتى للتسعة متاع الليل عوده لابرز الأحداث الرياضية المحلية والوطنية. اليوم في البرنامج باش نتناولوا عديد المواضيع الهامة أبرزها عودة لملف نادي شرطة المرور لكرة السلة كبريات، كذلك الحديث على آخر تحضيرات الفرق التونسية كبريات الجولة الافتتاحية الأسبوع القادم، تقييم المرحلة الأولى من البطولة الوطنية لكرة السلة إثر توقف البطولة، وأخيرا باش نحكيوا على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة وتربص في مدينة المنستير. قبل هذا باش نحكيو في الجزء الأول على ملف التو ما زلنا ننتظره، هل أنه الملف هذا حسم أم لا؟ أكيد تعرفوا نادي شرطة المرور للكبريات اللي حكينا عليه الأسبوع الفارض، والفريق اللي ما بين قوسين يعني إلى حد الآن مازال نشاط نتاعو يعني متجمد، مازال ما رجعش الفريق للنشاط. نعرفوا أنه البطولة الأسبوع القادم مبدئيا، وكان معنا رئيس النادي سعلي جويني الأسبوع الفارط استغلينا الفرصة اليوم بما أنها البطولة ترجع نهار لحد باش نشوفه هل أنه فما جديد في ملف نادي شرطة المرور أو لا. سعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية سعلي جويني رئيس نادي شرطة المرور مرة أخرى، مرحبا بك سعلي. مرحبا بك عبد الله، مرحبا بمستمعي إذاعة حياة الفارط. مرحبا بك مرة أخرى سعلي. أكيد الأسبوع الفارط كنا حكينا على نادي شرطة المرور وموضوع الساعة اللي بصراحة بعد الحصة اللي تعادت الأسبوع الفارط ردود فعل إيجابية من مختلف الفرق الأخرى وكذلك الملمين بكرة السلة ومحبي كرة السلة واللي تقمسوا زي شرطة المرور. اليوم حابين نستغلوا الفرصة تقريبا قبل 3 أيام من عودة نشاط البطولة، حابين نعرفوا اش فما جديد بالنسبه لهذا النادي العريق نادي شرطه المرور. اكثر تفاصيل معك سعلي. والله بالنسبه لسي عبد الله ما نكذبش عليك، فما تضامن كلي من جميع الجمعيات الرياضيه النسائيه، كلهم كلموني عبروا على مساندتهم الفعليه للنادي، كذلك رئيس الجامعة سعلي البنزرتي يكاد يوميا يكلمني بثلاثة بالأربع مرات. بالنسبة للجديد والله ما فماش جديد، إن شاء الله غدوة أنا الحي باش نمشي للسيد والي تونس وإن شاء الله ما نكذبش عليك ما فماش حاجة جديدة بالنسبة للواحد، فما الأوساط الرياضية بكلهم متفاعلين وبكلهم مدين يديهم وكلهم يحبوا يعاونوا الجمعية. بالنسبة لسلطة الأشراف مازال ما فما حد شيء بالرغم من النداءات المتكررة، وإن شاء الله فما كل خير والله ما نكذبش عليك عبد الله ما فما شيء حاجة فماش حاجة جديدة. هو حتى زيد سعيد يقولوا على جديدة يذكر وكان قديم يعاد. هو حتى أنتم ما عملتوش حتى اجتماع مع سيد الوالي الأسبوع الفارط، ما ندكمش سيد الوالي سلطة؟ مشيت للإدارة الجهوية للرياضة وان شاء الله غدوه الحي ان شاء الله نقابل السيد الوالي. هو نورمالمون حتى سعلي انه وزير الشباب والرياضه هو في مرحله اولى لازم هو يتحرك، لا محاله نعرفوا انه القوانين ما ندخلوش في الرياضه في السياسه وما على ذلك، نعرفوا القانون الجمعيات وكره السله، لكن هذا يمس يعني فريق كبير نادي شرطه المرور، على الاقل تتحل الامور يعني بامور وديه بالنسبه. والله ان شاء الله عبد الله ان شاء الله ان شاء الله انا كلمت مدير العام الجمعيات والاحزاب السياسيه بالنسبه للوزاره الداخليه سي الدكتور غطاس، حبيت ناخذ معاه مواد، قال لي الموضوع هذا راه ما يهمنيش، هذه جمعيه مدنيه وما وعملنا مطلب السيد الوزير مازال ما جاوبناش، السيد المدير العام زاد التكليف العمومي مشيت عديد المرات باش ناخذ موعد، ما تستناش ليا باش ناخذ موعد وان شاء الله ربي يسهل وكاو انا مدين يدينا وقاعدين ننتظروا وكاو وانا ما نجمش ناخذ حتى ديسيزيون باش نبدل الاسم ولا باش ناخذ حتى اجر ما نجمش. فهمت مش نعمل هيئه تسييريه ما تجيش زاد باش نعمل هيئه تسييريه باش نجيب مواطنين يعملوا، وهي معروفه بالنادي شرطه المرور معروفه يسيروها اولادها ويسيروها كما يقولوها اولاد الاداره. هو حتى سعلي مش اجراءات العاده من اللي تاسست اجراءات العاده ولا الاداره يسيروها. هو زاده مش بسال سعلي برشا عباد ساعات يقول لك
يحب يبدل اسم جمعية، راه مش الرئيس اللي معناها هو اللي يترأس النادي في الموسم هذاك باش يوافق نعم أو لا، فما عبادة اللي ضحات وعبادة اللي خدمت باش يتأسس النادي هذا، هما زاد عندهم كلمات مش بالسهل فريق كيما نادي شرطة المرور أو فريق آخر، هل يعقل أن فريق الترجي يتبدل باسم آخر أو شبيبة القراوين باسم آخر في ليلة وضحاها؟ ما يجيش، أما ما تنجمش تبدل اسم، شكون باش ياخذ الديسيزيون؟ مانيش مع تحدي ياخذها الديسيزيون هذه يا أخي. أنا توا من عام 90 راهو دعمت عليها رؤساء من السي عبد القادر جويني، من السي فتح معتوق الله يرحمه، من السي شهاب الباز، من كمال الدين المساكني لو بيتي تري في النادي، من معز طليجه، من السي محمد علي العكريمي، من ماهر عداله، من هذوما كل تراسوا النادي، واخيرا انا جيت تراست النادي. فهمت شكون اللي مش يرضى باش يبدل الاسم ولا باش واحد اخي؟ درت موتي هو شرف لإدارة المرور ووزارة الداخلية، النادي ككل مثل وزارة الداخلية راهو نتائج باهرة، والدليل على ذلك الكؤوس اللي خذيناها، وخذينا التروفي المشعل الذهبي للتسيير الرياضي راهو 2014، أول مشعل الأولمبي للتسيير الرياضي خذيناه في 2014، فهمت على وعلى الكؤوس اللي ما خذيناها، بطولة عربية، بطولة مغاربية، فهمت؟ ما هوش فيه كان باسكيت، احنا داكوردو للبرنامج 100% باسكيت، اما ما فيش كان باسكيت، راهو النادي راهو فيه جيدو، فيه كونكو كما قلت لك المره اللي فاتت، كان عندنا سباق السيارات، فهمت؟ ميكانيكو تو حليناه نظرا للظروف، وواحد النادي يعج بالواحد راهو بالليزاتليت للبرازيل واللي مثلوا تونس واللي رفعوا راية تونس سواء داخل تونس ولا خارج تونس. كما قلت لك على غرار انيس لونيفي، على غرار بالنسبه للباسكيت جل البنات ينتميوا للنخبه الوطنيه راهو. على غرار لعبت فيه هند بن محمود، لعبت فيه كوثر عاشور، لعبت فيه سمي بالحاج، لعبت فيه اميمه فرح، لعبت فيه محرزي القصوري، لعبت امنه جليده، ايمان جراد، توا اخيرا رانيا العويني، اعز بيفو في تونس موجوده رانيا العويني. هذوما لعبات بنات الرياضي لشرط مرور. فهمت؟ صحيح. والله انا مديني دينا سي عبد الله، وان شاء الله احنا متفائلين باش ترجع، متفائلين من خلال اذاعه حياه باش ترجع الحياه للنادي الرياضي شرط مرور. ان شاء الله. فهمتني؟ وان شاء الله نرجعوا بنياتنا ينشطوا، والله ما نكذبش عليك انا واحد من الناس في حيره، وهاني قاعد ننتظر، قاعد نسعى من اداره لاداره، وان شاء الله ربي يوفقنا، ما نكذبش رئيس الجامعه يكاد يوميا يكلمني على الموضوع هذايا. شوف تأجلت البطولة في انتظار حتى نشوفوا حل للجمعية. هو حتى سالي التو شفنا نحن البارح التعيينات نتاع البطولة القسم الوطني ايه يعني ذكور مش ترجع نهار السبت، مازال حتى التعيينات مازال البنات مازال مبدئين هم يقولوا هرت لحد، لكن ما فما حد شيء الا ما نشوفوا وضعية شرطة المرور. لا يمكن جمعة مازال اقل مما يمكن جمعتين اخرين ان شاء الله. الا ما يتحل ان شاء الله، يتحل ملف شرطة المرور ان شاء الله، تتحلوا بايجابية ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هو حتى وحتى سالي مشكور انه متفهم وقاعد يعني يتبع في الملف هذاك، علاش تم تاجيل البطوله؟ وشو حتى الجمعيات زاد كيف كيف متفهمين وبارك الله فيهم، وكلهم يكلموا فيا ومسانديني مسانده مطلقه. فهمت؟ في ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي خير، احنا ديما ما يدينا ممدوده، ثقتنا كبيره في السيد الوزير، تعرف انت الاوضاع تو هاك تشوف الاوضاع بتاع البلاد. ان شاء الله ربي يستر بلادنا، وان شاء الله بلادنا بخير، وان شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا. وكما نقولوها السيد الوزير تعرف انت المشاغل اللي عنده والاطارات العليا بتاع الوزاره زاد كيف كيف، ان شاء الله يلقاو وقت باش يتلهاو بتاع اربع ساعه يتلهاو بالامور هذه يتفضل الاشكال هذا. نحن نتمنى وان شاء الله يكون فما اخبار جديده، وانت سالي اذا كان فما اخبار جديده ايجابيه بنادي شرطه المرور ان شاء الله نكونوا نحن سباقين، وحتى تنجم تتدخل معنا في النشرات الرياضيه نتاعنا او في الحصص الرياضيه نتاعنا، على الاقل الفريق العريق هذا يرجع الاشعاع ويرجع للنشاط نتاعو. اكيد سي عبد الله اكيد يكون ان شاء الله الخبر يكون ايجابي ويتبث من خلال اذاعتكم، وان شاء الله ترجع الحياه للنادي من خلال اذاعه حياه فاس. شكرا لك، عايشك سي علي. عايشك عبد الله، بارك الله فيك على متابعتك، على اهتمامك بكره السله ومتابعتك لنادي رياضي شرطه المرور. شكرا لك، عايشك سي علي الجويني، رئيس نادي شرطه المرور. اكيد كما كان يحكي رئيس النادي الى حد الان مازال ما فما حتى شيء بخصوص ملف نادي شرطة المرور الى حد الان، الفريق مازال ما رجعش للتدريبات والامور مازالت غير واضحة، حتى البطولة كان من المقرر انها تعود يوم الاحد، لكن سيتم تأخير البطولة على الاقل اسبوعين حتى على الاقل الفريق يعود للنشاط نتاعو. ان شاء الله نسمعوا اخبار جديدة واخبار ايجابية لنادي شرطة المرور، ان شاء الله
بعد قليل باش نحكيو على اخر تحذيرات الفرق التونسيه خاصه الكبريات قبل ما ترجع البطوله الجوله الافتتاحيه. باش نحكيو على الفرق اللي قاعده تحذر. اخترنا فريق النجم الرياضي الساحلي اللي قام بانتدابات كبيره برشا من العيار الثقيل. ان شاء الله بعد قليل عبر الهاتف ناخذوا لاعبه النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله تكتشفوها. بعد الموسيقى نخرج مع الموسيقى ثم نرجع ونواصل في 100% باسكت.